وهكذا نقدر نعالج عشرات بل مئات الجزائريين بدون أن ننفق هذه الأموال الكبيرة. يؤسفني اليوم أمامكم أقولها، بنينا في كل ولاية سجون. نعم بتقنيات وبإمكانيات عالية وشركات أجنبية باش نبني في كل ولاية سجون. أخواتي إخواني، شي اللي كان في هذه 20 سنة هو كسر كل المؤسسات، والأخطر من ذلك أنه كسر الإنسان الجزائري.